قوات المقاومه الوطنيه الكتيبه جاهزه لتنفيذ ايام اخي مقدم التمام عقيد ناجي حسن الوتر. أيها الأبطال الأشاوس من منتسبي المقاومة المشتركة، تحل اليوم علينا الذكرى الثانية لاستشهاد قائدنا الزعيم الشهيد علي عبد الله الصالح ورفيقه الشهيد عارف الزوكة، وكوكبة من أبطال انتفاضة الثاني من ديسمبر التي واجهت الظلم والكهنوت ومخلفات الإمامة التي أرادت أن تعود وتفرض نفسها وصية على شعبنا اليمني بطرق أخرى وبثوب جديد. بدعم خارجي ضمن محور إيران والتمدد الشيعي في المنطقة، لقد واجهوا أبطال ديسمبر هذه القوة الكهنوتية بكل بطولة وبسالة وبذلوا أغلى التضحيات، ونحن هنا امتدادا لهذه الانتفاضة والثورة مستمرة حتى تحقق أهدافها. وبهذه المناسبة نعلن يوم الرابع من ديسمبر يوم الشهيد الذي نعتز به جميعا، نعتز بشهدائنا الأبطال الذين قدموا دمائهم في سبيل نصرة قضايا الوطن، وعلى رأسهم الشهيد الزعيم والشهيد الأمين وكوكب من الشهداء الذين واصلوا على دربهم في الساحل الغربي من أبطال المقاومة الوطنية و القوات المشتركة من العمالقة والتهاميين، الذي تم توحيد هذه القوة في إطار مسمى المقاومة المشتركة. نحن اليوم نلتقي بكم وأنتم هذه الكوكبة التي نفخر بها من منتسبي المقاومة المشتركة، وأنتم قادمون على مهام كبيرة وجليلة، وستسند إليكم مهام ستقلب موازين المعركة في المستقبل. أنتم قوة الإسناد التي ستقدم لقواتنا الإسناد القريب والإسناد البعيد. سنصبح لدينا التفوق بخبرتكم بتدريبكم العالي، لذلك نحثكم على مواصلة التدريب. لقد تم اختياركم بعناية من بين إخوانكم وزملائكم في المقاومة المشتركة لأخذ دورات نوعية على أسلحة نوعية ستدخل في الخدمة قريبا. نتمنى أن يكون هذا رافدا قويا لنا في المقاومة المشتركة في الساحل. نحن الآن خلال عامين أنجزنا الكثير ورتبنا صفوفنا وأصبحنا قوة نستطيع أن نواجه بها الكهنوت الحوثي والصلف الإمامي لتحرير كل شبر على تراب اليمن. صحيح أن اتفاق ستوكهولم أوقف المعارك من تحرير الحديدة، لكننا أعدينا العدة. أوقفت معركة الحديدة وكانت المقاومة الوطنية 3 إلى 4 ألوية، نحن الآن بصدد تشكيل اللواء 9 والعاشر بإذن الله. وخلال هذا العام نقاتل الكهنوت ونقارع تسللاته وهجماته المتكررة والمختلفة بإمكانياتنا الذاتية وبإسنادنا الذاتي. تعلمنا وتدربنا في الميدان وفي معسكرات التدريب،
وهذا بحد ذاته إنجاز كبير. نحن الآن نعمل ونعد العدة واليد على الزناد. إن جاء السلم وتحقق فحيا به، وإن جاءت الحرب فإحنا رجالها وأوتادها. لن نتراجع عن مبادئنا وثوابتنا الوطنية مهما كانت التضحيات. لا يعتقد الحوثي بأنه مع الوقت يستطيع أن يهبط من معنويات المقاومة المشتركة أو أن الوقت في صالحه. لا، نحن نؤكد أن الوقت ليس في صالحكم. عليكم أن تراجعوا أنفسكم وتعودوا إلى صوابكم، إما أن تكونوا يمنيين وجزء من نسيج هذا الوطن، أو فلا مكان لكم بيننا. لا أحد يريد الدماء أن تسيل وتستمر في اليمن، لكننا نؤكد أننا هنا نحارب من أجل السلام، من أجل فرض السلام الذي عكر صفوه الحوثي منذ 2004. كانت اليمن تعيش في سلام ووئام دون حروب لا طائفية ولا عصابات ولا مناطق، إلى أن استولت إيران على العراق في 2004 وبدأ تصدير الثورة الخمينية إلى مختلف أرجاء الوطن العربي، وكانت اليمن من أهم المحطات التي استخدموها، وظهر من مران حسين الحوثي بصرخة الموت على الشعب اليمني. هم يكذبون ويعرفون من يمدهم بالسلاح ومن يسمح لهم، من سمح لهم بالبقاء إلى اليوم. يرددون صرخة الموت الحوثية على اليمنيين، وعندما يقابلون كيري وغيره يخفضون له جناح الذل والرحمة. نأكد عليكم أنه مشروعهم منتهي، مشروعهم منتهي. ولاحظتوا ما يجري في لبنان وفي العراق وداخل إيران. هم الآن يستخدمون آلة حرب ويستفيدون بذلك في ظلم الشعب من خلال الادعاء بأنهم يقارعون العدوان. هم العدوان، هم العدوان، وهم الجرب، وهم المرض على الشعب اليمني، وهم الموت نفسه. سيلفظهم الشعب اليمني من داخله، سيتحرر شعبنا وسينتفض كما انتفضت العراق ولبنان وداخل إيران ضد هذه العمائم السوداء. سينتفض شعبنا اليمني، لن يصبر ولن يطول صبره. نحن هنا نقول إما عيشة بكرامة أو فباطن الأرض خير من ظاهرها، وعليها نحيا وعليها نموت. أتمنى لكم التوفيق في مهامكم المستقبلية، وأن تكونوا قدوة يحتذى بها. على بركة الله. بالروح بالدم نبتيك يا يمن، بالروح بالدم نبتيك يا يمن، بالروح بالدم نبتيك يا يمن. تحية كل اليمن، تحية كل اليمن، تحية كل اليمن. هكذا يسير.